مقدس بركان واحد فريق اللي قوي كيمثل الكره المغربيه في كوب دافريك، واحد فريق اللي جا لمدينه الرباط باش يحقق واحد النتيجه ايجابيه، وتحنا كنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه اللي تخلينا نزيدوا القدام في سبور الترشيب، ولكن ما توفقناش. نقطه كتبقى ايجابيه. زكريا مستعد 100% للمباراة الجاية ولا لجميع المباريات اللي كنتمنى باش نحققوا فيها واحد النتيجة إيجابية اللي تخلينا نمشيو في بطولة مزيان. كيف كيعرف الجميع الملعب ديال أبجيكو واحد الملعب اللي صغير، ما تكونش فيه الكرة سهلة. نادي راسينغ البيضاوي اللي هو فريق قوي اللي باغي يحقق واحد النتيجه ايجابيه هو اللي تخول ليه باش يبقى في البطوله الوطنيه. استعدادات كيدوزوا في واحد الجو عائلي اللي كنتمنى ان شاء الله تختتم في نهايه الاسبوع بواحد النتيجة إيجابية. كنتمنى من الجماهير الرباطيه تجي تساندنا بالقوه اللي حنا راه بالامس الحاجه اليوم بزاف. كنتمناهم يجيو يساندونا حيت هما الدعم الاساسي ديالنا.